أقول العضو الشرف الهلالي، عضو مجلس الإدارة الهلالي اللي برز بشكل كبير في الفترة الأخيرة، له حديث مع عبد الله الراشد مراسل برنامج كرة في جدة، نعرض الآن الجزء الأول من حديث حسن النجم. أستاذ حسن نجور، أبو شرف نادي الهلال، رحب فيك برنامج كورة في هذا اللقاء. إن شاء الله لطيف على قلبك، استحملني يعني. أكيد لا، بالعكس، سالم مبارك، ورحب فيكم، وإن شاء الله يكون لقاء جميل، إن شاء الله يستفيد به مشاهدي روتانا. ما الفائدة التي تعود على العائلة من هذا الظهور، وهل هي سبب من أسباب الشهرة، ومدى الاختلاف ما بين حسن وأبي من ناحية الميول؟ والله شوف، انا اعتقد انه بقدر ما موضوع انه احنا ننظر لاضافه وننظر للسمعه ومن هذا الكلام هذا القبيل، لا، انا بالعكس، انا كنت اعتقد انه خدمتي لنادي الهلال من خلال دخولي في الوسط الرياضي وخدمه نادي الهلال بشكل عام، هذا كان هدفي الاول والاخير، خدمه الجمهور الهلالي. وانا بديت مع الهلال يمكن من عهد اداره الامير محمد بن فيصل، بدأت بالدعم وكذا، وممكن ما كنت يعني أطلع كثير، لأنه فعلا كانت في أول السنوات كنت يعني منشغل بأعمالي الخاصة، لكن الآن يعني وجدت الفرصة أني أكون يعني قريب أكثر، داعم أكثر للنادي، والحمد لله يعني الآن قاعد أدعم وأقدم يعني أشياء الكثير. يمكن عمره يعني ما في ميول من الخارج تأثر عليك، يعني إن كان يعني والدك أو شيء من هذا القبيل، لكن والدي يمكن أيضا يعني دعوتي له الانضمام للهلال كانت يمكن من أجمل الدعوات اللي قدمتها في حياتي يعني كدعوة، والحمد لله الوالد يعني الآن عضو شرف هلالي، نفتخر إن شاء الله بأنه هو الآن أحد أعضاء شرف نادي الهلال الداعمي. إيش استفدت من الدخول في الوسط الرياضي؟ عرفنا كثير أو تعلمنا كثير من الوسط الرياضي، وتعلمنا كثير في حركة الكرة الرياضية في المملكة، يمكن كيف الأمور تسير داخل الأندية بشكل تفصيلي. يمكن أنت يعني كدراسة، يمكن لما درست الماجستير في الاقتصاد الرياضي كانت عندك كعلم، لكن كتطبيق كان يجب أنك تنضم وتكون موجود في الوسط الرياضي تتعرف عليها أكثر، وهذا والآن لما دخلنا في الوسط الرياضي يمكن تعرفنا على كثير من هذه المواضيع، وقادر أنك تطبق دراستك على العملية في والله في أشياء كثيرة، خصوصا في النادي الهلال، يعني يمكن من الأندية اللي خصبة جدا للاستثمار الرياضي، فبيئة مشجعة جدا جدا، يمكن اسمه أمير عبد الله مساعد، يمكن هو رائد الاستثمار عندنا في المملكة والاستثمار في نادي الهلال، فمن الناس اللي كثير يعني كل ما قعدت معاه أجد دائما متعة في الحديث عن الاستثمار الرياضي بالنسبة بشكل عام ونادي الهلال بشكل خاص. الهلال من أكثر الأندية يعني يتواجد فيه أعضاء شرف وذات طبقة معينة، هل كان الدخول في هذا الجو أسوار الهلال معروفة عالية، دخول حسن أقول كان بالسهل أم كان هنالك صعوبة واجهها حسن؟ والله شوف، لا أنا ما أعتقد، أنا هذه يمكن هذه الصورة يمكن مصورة من بعض الأشخاص، الناس ما في شيء اسمه صعب أو سهل، في شيء اسمه عندك يعني تعشق هذا النادي وحاب تدعم النادي هذا، ما أعتقد، أعتقد أن كل المسؤولين في نادي الهلال بالعكس متجاوبين يمكن مع كل الأشخاص اللي يدعمون النادي، الأمير عبد الرحمن دائما ما يعني يشيد بالدعم من أعضاء الشرف يعني أيا كانوا. دخولك في الوسط الهلالي تصنع من نفسك رئيسا قادما للهلال؟ لا، ما اقدر اقول كلام هذا، الوقت سابق لوانه، انا الان افتخر يعني بخدمه نادي الهلال تحت اداره الامير عبد الرحمن مساعد، ورجل يعني انا فعلا اقدر احترمه كثيرا وافتخر دائما اني اعمل في اداره الامير عبد الرحمن، الوقت هذا سابق لوانه، يمكن لكل حادث حديث، ما اقدر اتكلم في موضوع الرئاسه الان لانه كل حادث حديث زي ما قلت، لكن الان في الوقت الحالي انا الان يعني رجل يعني ساعمل واعمل أعمل لخدمة الجمهور الهلالي، وفي النهاية لازم يعني شوف، أنا بنقول لك يعني فكرة، بالنسبة لي هدفي من خدمة نادي الهلال هو نادي الهلال ككيان، لا أهدف إلى مناصب، وعمري ما هدفت إلى مناصب في نادي الهلال، نادي الهلال بالنسبة لي عشق قاعد أخدمه. لكن رجال الأعمال بشكل عام ما يدخل في أي مجال إلا ينتظر نتيجة وفائدة تعود له. شوف، هذا بعض الناس اللي ينظروا لها كذا، رجال الأعمال ينظروا له كذا، أنا رجل أعمال، يعني كوني رجل أعمال هذه مبتعد عن موضوع إن أنا عاشق الكيان، عاشق الكيان، أنا دخلت نادي الهلال زي ما قلت لك في الأول، عشق للهلال وحب لخدمة الهلال. هذا الجزء الأول من حديث الأستاذ حسن نجور، عضو شرف الهلال وعضو مجلس الإدارة، سنذهب إلى فاصل، بعده نعود للجزء الأخير من الحلقة.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقة كرة على روتانا. ضيفتي من البرنامج الرسمي كرة شو، برنامجنا على فيسبوك وأيضا برنامجنا يتواجد على اليوتيوب. وبمناسبة نشكر فيصل حناية اللي تعبان معنا كل يوم في موضوع اليوتيوب، الكابتن نايف العنزي والأستاذ مساعد العبدي هم ضيفة هذه الحلقة، الجزء الثاني من حوار حسن ناقور عضو مجلس إدارة نادي الهلال. مشروع أكاديمية الناقور، كيف يعني كانت التهيئة لهذا المشروع وتفكير الأستاذ حسن ناقور في هذا المشروع؟ هي الفكرة الأكاديمية جاتني يمكن من زمان. الأكاديمية بيكون تأسيسها في المنطقة الغربية، بتكون إن شاء الله رافد قوي لنادي الهلال، لأنه طبعا الفكرة هذه جاتني يعني من فترة وعملت عليها يعني دراسات كثير وعدت عليها دراسة جدوى، وأيضا حتى تم يعني حتى مناقشة مع الوالد الله يحفظه، يعني الوالد أيضا من الداعمين للمشاريع هذه. طبعا الآن احنا بدأنا اشترينا الأرض وعملنا دراسات. كنت في الصيف الماضي زرت أكاديمية تشيلسي وأكاديمية مانشستر يونايتد وقعدت مع المسؤولين فيها، عرفنا يعني كثير من الأمور اللي لازم نتبعها في إنشاء الأكاديمية. بتكون أكاديمية تعليمية تدريبية، الأكاديمية بتكون داعمة لنادي الهلال كرافد أول، وبعد كده بتكون تجارية. هي تجارية لكن رافد للهلال، يعني الهلال يعني مع الهلال ما لم نتعامل تجاريا، لا نتعامل مع الهلال، لكن مع الأندية أخرى بيكون في تعامل تجاري. بعد صفقة الشهراني يعني جماهير هلالية حست أنك أنت خذلتها؟ لا، ما أتوقع أني ما هو موضوع خذلان، بقدر ما هو موضوع يعني أنهم كانوا مطلعين، الجمهور كان مطلع، وأنا كنت دائما يعني أحب أطلعهم على المواضيع أول بأول. الجمهور كان مطلع على التفاصيل حق الصفقة، هم يعرفون أنه كانت في مغالاة، يعرفون أنه كان في رفع في قيمة الصفقة، لكن في نهاية الأمر قلنا لهم إن شاء الله يعني نوعدهم أنه إحنا نبذل كل ما نستطيع أنه بحيث أنه نقدر يعني نجرب الصفقة هذه للنادي. نروح لحسن ناقور عائلته، متزوج؟ متزوج نعم، ولدي طفلين علي وجمانة. علي وجمانة هلاليين زي أبوهم ولا؟ والله هلاليين موت، مو بس هلاليين. من 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 الناس اللي يعني خصوصا علي من اللي متابعين الجيدين. يمكن اذكر لك جميع اسماء اللاعبين، اذكر لك الاحتياطيين، اذكر لك لاعبين الاولمبي، يعني لاعب يعني تحس انه يعني لاعب معهم، لاعب سابق، لاعب سابق، لاعب لاعب متقدم، لاعب معهم يعني. فلا بالعكس يعني انا عندي العائله كلهم يعني هلاليين. انا ارى يعني انه حسن مرتبط ارتباط كبير بوالده. ايش سبب هذا الارتباط يعني؟ انا والدي لدرجة انه يعني انا شعرت انه صديق مش والد. والدي اي والدي اكثر من صديق. والدي الله يحفظه يعني من الناس اللي يعني حتى في ايام الدراسة كنت دائما مع يعني حتى يعني اجي اقعد معاه في المكتب واطلع على اشياء كثير. كان دائما ما يطلعني، ما يحب اني اكون يعني انفولف في العمل، يكون لي يعني درايه كثيره بالمواضيع. وعشان كذا يعني من فتره انتهاء من الدراسه والتحاق بالعمل يمكن ما وجدت صعوبه كثير يعني، خصوصا في يعني مع الخبره الكبيره اللي الواحد يعني اكتسبها من في الفتره اللي كان متواجد فيها يمكن قبل التحاق بالعمل مع الوالد الله يحفظه. يمكن هذه من الاشياء اللي قررتني كثير واشياء اخرى يعني. يمكن يعني دائما ما نتكلم عن كره القدم كثير يعني، رجل يعني عنده حساسيه كره القدم، يحب الشغوف يتكلم عنها كثير يعني، له درايه كثير، دائما يحب يتابع من المتابعين للمباريات، متابعين للمباريات العالميه ايضا كاس العالم. فلا الوالد الله يحفظه يعني تربطنا اشياء كثير يعني زي ما نقول ان كومن. شيء بيكون له حسن الان قاعد يقدمه بيكون له بصمة أو نقطة تحول في حياتك؟ يمكن الـ 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 يعني خوضنا في القطاع الرياضي وأيضا الأكاديمية الرياضية أعتقد بتكون يعني بتكون بصمة في التاريخ إن شاء الله الكرة السعودية. يعني الفكر اللي إن شاء الله صادع في الأكاديمية، التعاونات اللي سنوقعها مع الأكاديميات العالمية إن شاء الله بتغير المفهوم الرياضي كله. يعني لأن الآن ترى كرة القدم أصبحت صناعة وأصبحت يعني على مستوى تجاري كبير. أمنيتك تكون رئيس الهلال ولا لا؟ يعني أكيد أمنية. شكرا لك.
نشكر عبد الله راشد، نشكر حسن ناقور اللي اعطانا هذا الوقت للحديث مع مراسلنا في جدة. ناقور يعني شخصية ظهرت في الفترة الأخيرة بقوة على مشهد الهلال. الشخصية لا شك يمكن خدم الهلال كثير، اللي أتكلم عنه ليس حسن ناقور، اللي بتكلم عنه الفكر اللي يمتلكه نادي الهلال. في الأندية الأخرى في كثير مثل حسن ناقور بإمكانه أن يدعم ويقدم، لكنهم يغيبون بسبب الغيرة، عدم يعني إعطاء الفرصة في الأندية، خصوصا في الأندية الجماهيرية. هذا الشيء هذا هو من أسرار نجاح الهلال. تجد الحسن ناقور يترأس بعثه، يدعم، يقيم معسكر، يتواجد إعلاميا، بل يجد الدعم، ولذلك هو يعني يتفاعل مع هذا الظهور الإعلامي، يتفاعل مع حب الجماهير، مع يعني لا يجد الحرب، بينما في الأندية الأخرى لا نشاهد إلا الرؤساء فقط. أبو ضيف، طبعا الزميل نايف ما قصر، هو يقصد توفير الأجواء اللي تحقق له النجاح، وهذا ما بشكل موجود في نادي الهلال. أنا بس بضيف جزئية بسيطة تعليق على موضوع الأكاديمية. طبعا هي فكرة رائعة، لكن أنا وجهة نظري أنه نجاح أي أكاديمية يتحدد من خلال أن يكون خطها واضح وهدفها محدد، بمعنى أنه لا يمكن أن تكون مثلا داعم نادي الهلال وتجارية، إما أن تكون أكاديمية خاصة بالنادي كما هي أكاديمية النادي الأهلي، أو أن تكون أكاديمية تجارية ربحية، وهذا معيب. فأعتقد أنه التشتت بين الهدفين قد يعني يقلل من فعالية وعمل الأكاديمية، ويمكن الكابتن نايف خبير بالعمل مع الفئات السنية كثير. أعتقد أنه لابد أن يكون الهدف واضح للأكاديمية يعني، والتجارية والربحية ما هو عيب يعني. مؤثر الناقور في المشهد الهلالي فترة أكيد كيف. أكيد بالعكس، يمكن هو حضر إعلاميا كثير، ليس بالقول ولكن من خلال الفعل، وأنا متأكد أنه زي ما تفضل الزميل نايف كثير من الأمثال ناقور موجودين في الأندية ولكن مغيبين أو يعني يحاربهم أو يحاربهم. طيب.